نناقش وإياكم تحليل أداء الأسواق العالمية مع ضيفي من العاصمة الأردنية عمان السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. دعنا نعقب على الأداء الإيجابي لبيانات التوظيف الأمريكية ومدى انعكاس ذلك بالضرورة على خطاب جيروم باول اليوم في ستوكهولم. يعني لربما هو ليس اجتماع نعم للفدرالي، ولكن هذا الرجل احتمال يعطي إشارات إلى السياسة النقدية القادمة والمستمرة خلال هذا العام، فما الذي نترقبه من هذا الخطاب؟ نعم، صباح الخير رولا. بكل تأكيد جيروم باول دائما ما يظهر بتلميحات جديدة عن السياسة النقدية. بالفترة الأخيرة قد رأينا الكثير من أعضاء الفدرال الأمريكي يتجهون للتلميحات على السياسة النقدية بعد البيان الأخير. أقصد هنا بداية مع نيل كاشكاري. نيل كاشكاري قد ذكر بأن السياسة النقدية يجب أن تتجه بنحو 100 نقطة أساس في عام 2023. بالأمس كان هناك تصريحات لاثنين من أعضاء الفدرال الأمريكي، بداية مع عضوة الفدرال الأمريكي دالي التي قد ذكرت بأن الفدرال الأمريكي ممكن أن يتجه لرفع أسعار الفائدة أعلى من 5% في عام 2023. بالتالي هناك أيضا عضو آخر بوستيك قد ذكر أيضا بأن الفدرال الأمريكي يجب أن يتجه لرفع أسعار الفائدة أعلى من 5% وإيقاف السياسة النقدية وإيقاف تجديد السياسة النقدية في عام 2023. هذا قد يكون يتماشى مع ما ذكره جيروم باول في بيانه الأخير بأن الفدرال الأمريكي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة وإيقافها في عام 2023، ولم يناقش لحتى الآن تخفيض أسعار الفائدة. نعم، بكل تأكيد جيروم باول قد يظهر اليوم بشيء جديد في الندوة، لكن على أقل تقدير قد يكون أقل حدة مما يذكره في البيان، خاصة مع ذكر أعضاء الفدرالي الأمريكي في تصريحاتهم في الفترة الأخيرة. تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة يعتبر جيد نوعا ما، بيان يعتبر جيد نوعا ما، الأسواق بدأت تسعر 25 نقطة أساس بشكل أكبر. ارتفعت احتمالية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم من 65 إلى 75% عند ظهور تقرير الوظائف الأمريكية. تقرير الوظائف الأمريكية يعتبر جيد من ناحية تباطؤ الأجور. تباطؤ الأجور قد يعني بطريقة ما أن هناك تباطؤ للضغوط التضخمية في الفترة القادمة. الضغوط التضخمية التي سنشهدها يوم الخميس، سوف نشهد بيانات التضخم التي لا تزال أعين المستثمرين بشكل كامل على هذه البيانات يوم الخميس المقبل. نعم. طيب أذهب معك الآن سيد أحمد إلى الأسباب التي ستدفع أو تستمر بدفع أسعار الذهب للارتفاع. الذهب يلامس $1,900 للأونصة، وهنالك توقعات قريبة بأن $2,000 لن تكون بعيدة عن أونصة الذهب. ما الذي سيذهب بالذهب إلى التسارع نحو تلك المناطق الفنية؟ نعم، بكل تأكيد الذهب في الفترة الماضية كنا قد شهدنا ارتفاعات من قاع 1816 تقريبا، ارتفاعات جيدة نوعا ما، لكن نذكر بأنها ارتفاعات ما هي كانت تصحيحية، تصحيح بما لا يزيد عن 61% أو 61.8% التي تعتبر نسبة ذهبية. إذا ما نظرنا إلى القمة الأخيرة التي سجلت 2070 حتى 1618، عندما ننظر إلى الأوضاع الأساسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبكل تأكيد المؤثر الأكبر على الذهب هو حدة تجديد السياسة النقدية. ما قد يقوله الفدرال الأمريكي، ما قد يتجه الفدرال الأمريكي للتلميح به في عام 2023 سوف يكون هو المحرك الأساسي للذهب. فما إذا نظرنا في الفترة القادمة إلى أرقام البيانات الاقتصادية الأمريكية من التضخم الأمريكي، تقرير الوظائف الأمريكي، فقد يعطينا انعكاسات أكبر عن حدة تجديد السياسة النقدية. فما لو كانت تجديد حدة السياسة النقدية يتباطأ بشكل أكبر، فهذا قد يعطي الذهب بعض الإيجابية في حركته في الفترات القادمة في عام 2023 على المدى الطويل أقصد هنا. لغاية أمس أحمد كانت يعني كانت أسعار النفط بشكل إيجابي تتداول فوق 1% على خلفية إعادة فتح الصين لحدودها بعد 3 سنوات من العزلة، لكن كان التأثير وقتي فقط على مدى جلسة واحدة. لليوم عادت وارتدت لدينا مستويات النفط إلى التراجعات. برأيك ما هي الأسباب؟ وهل الخطوة التي قامت بها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت عنها هي إعادة تعبئة المخزون من الاحتياط الاستراتيجي الذي اضطرت في وقت سابق للسحب منه من أجل الضغط على أسعار النفط حتى لا ترتفع، إلى أي حد تعتقد أنه هذا أيضا سيساهم في تغيير مستويات الـ WTI؟
نعم بكل تأكيد كنا قد شهدنا حركة النفط في عام 2022 ارتفاعات إيجابية 7 و9% بين كرود أويل خام غرب تكساس وبرنت. طبعا القصة لم تكن كاملة في عام 2022، فكنا قد شهدنا انخفاضات من الذروة من القمة حتى مستويات $70 في عام 2023. بكل تأكيد المؤثر الأكبر دائما على النفط هو العرض والطلب. العرض والطلب هنا أقصد هنا طبعا افتتاحات الصين. الصين طبعا لم تؤثر بشكل كبير على حركة النفط على ما أعتقد، لأنه اعتبر خبر مستنزف. كنا قد رأينا وقد شاهدنا عدة قرارات أو عدة تصريحات وعدة إشاعات من مسؤولين صينيين سابقا، فعلى ما أعتقد أن الأسواق قد مهدت هذه الأخبار. فافتتاحات الصين نعم مؤثرة إيجابية، لكن قد استنزفت سعريا سابقا. بينما بما يخص الولايات المتحدة الأمريكية وتعبئة الاستراتيجي، نعم هو يعتبر خبر إيجابي في الفترة القادمة، طلب جيد على النفط. لكن كما نعتقد أن النفط الأمريكي في الفترة الماضية يعتبر قليل جدا من ناحية الاستراتيجي، فقد لا يكون الطلب بشكل كبير على النفط، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منتج نعم لا يلبي رغبة أو لا يلبي احتياجات الدولة بشكل كامل، فهي تستورد النفط، لكن بطريقة أو بأخرى فالنفط المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يكون بهذا الحجم الكبير. طبعا روسيا سوف تقر إيقاف توريد أو تصدير النفط الروسي خام الروسي نحو أوروبا، ردا لاعتبار إيقاف السعري أو تحديد سقف السعر الروسي الخام الروسي من الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية. نعم، وأنا أشكرك ضيفي من العاصمة الأردنية عمان السيد أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.